أظهرت دراسة حديثة أن الرجال الذين ينجبون أطفالاً يتسمون بحسن المظهر، تراهم النساء على أنهم أكثر وسامة. وقال القائمون على الدراسة من جامعة ترنافا في سلوفاكيا إن قدرة الرجل على إنجاب طفل وسيم تعد إشارة فطرية على أن لديه جينات جيدة، مما يجعله يظهر أكثر وسامة في أعين النساء مقارنة بمن أنجب طفلاً أقل وسامة. وأوضح الباحثون وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية أنه من منظور تطوري يظهر تفضيل المرأة لخصائص معينة في الرجل، لأنها ترى أن تلك الخصائص تثبت أن لديه القدرة على نقل جينات جيدة لأطفاله تساعدهم على النجاح أو مقاومة الأمراض وفوائد حياتية أخرى تلعب الجينات دوراً فيها. ولفتوا إلى أن وسامة الأطفال تقدم معلومات إضافية للمرأة حول الجودة الجينية للرجل.